أهلا ومرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في الجزء الثاني وهو المتبقي من المحاضرة الأولى General Introduction. وصلنا إلى الفقرة Areas of Biotechnology اللي هي مجالات تطبيق البيوتكنولوجي. تحت هاي الفقرة موجود جدول، على اليسار مكتوب التيرم المصطلح وعلى اليمين مكتوب الابليكيشن. فعندنا هاي التطبيقات اللي عددها 9 موجودة، العفو هاي المصطلحات عددها 9 موجودة على اليمين واللي راح أقرأها وأترجمها. Green Biotechnology يستخدم في مجالات Agriculture and Environment، الزراعة والبيئة. Red Biotechnology يستخدم في المجالات الصحية Health, Medical and Diagnostic. White Biotechnology يستخدم في الصناعة Industry. Blue Biotechnology يستخدم في مجالات المياه والسواحل والبحرية اللي هو Aqua Culture وCoastal and Marine. Yellow Biotechnology يستخدم في مجال الغذاء وعلوم التغذية Food and Nutrition Sciences. Brown Biotechnology يستخدم في مجال الصحراء Desert. والGold Biotechnology يستخدم في مجالين البايو انفورماتكس اللي هي المعلوماتية الحيوية، والنانو تكنولوجي اللي هي تقنية الأجسام الدقيقة جدا. الدارك بايوتكنولوجي يستخدم في مجالات الحروب والإرهاب واللي هو بايو وورفير ان بايو تيرورزم. اللي أخير اللي هو البيربل بايوتكنولوجي يستخدم في مجالات براءات الاختراع والاكتشافات والمطبوعات اللي هي patent وpublications and inventions. طبيعة الأسئلة اللي تيجي على الـ area of biotechnology، أما matching put the letter before the appropriate number، أو تجيكم أنه أكتب لك الترم وأنت تعطيني الابليكيشن، أو العكس أكتب لك الابليكيشن وتعطيني الترم. الآن نجي على types of biotechnology أو تسميات البيوتكنولوجي. 3 types: الانيمال بيوتكنولوجي والبلانت بيوتكنولوجي والمايكروبيال بيوتكنولوجي. المايكروبيال يمكن أيضا أن يسمى industrial microbiology أو أن يسمى microbial fermentations. أوكي، والسؤال يمكن يجي أنه enumerate the types or names of biotechnology. الآن نجي على steps أو the operations of biotechnological processes اللي هي خطوات تقنيات البيوتكنولوجيا. Any biotechnological process is consisted of the 5 steps of our operation. كل عملية بيوتكنولوجيا تكون من 5 خطوات. هاي الخطوات الخمسة: First strain اللي هي أما تسمى سلالة أو مزرعة، Choice and improvement أن شلون نختارها وشلون نحسنها، Second mass culture اللي هو إنتاج المزرعة على نطاق واسع اللي large scale culture، والoptimization of cell response كيف نجد الظروف المثالية لاستجابة الخلايا المستخدمة في البيوتكنولوجيا. رابعا the process operation اللي هي ظروف الإنتاج اللي هي حرارة وأكسجين وغيرها. وخامساً Product Recovery اللي هي كيف يتم الحصول على المنتوج، وما يعرف علمياً بالـ Downstream Processing اللي عليه محاضرة لاحقة، وهي الـ Upstream. الآن السؤال اللي يجي يقول لك Enumerate 5 or 4 or 3 of the steps of biotechnological process. فأنت راح تعدد لي فقط. أحياناً أقول لك وياها and explain one of these steps. فراح أجي الآن أشرح باختصار هاي الخطوات الخمسة اللي هي بالشكل 1-2. راح أجي عليها جوا نفسه أكو شكل وأكو شرح. فأطلب منك أما figure
هو أطلب من عندك تعداد هنا ويشرح مني. الآن نجي على الخطوة الأولى السترين choice، شلون نختار السلالة. Identification of biological agent يعني العامل البيولوجي هو أما أن يكون microorganism أو animal أو plant cells يعني خلايا واحدة من ذني. Able to produce the desired product is the first step in any biotechnological process. أول خطوة نهتم بها هي أنه نجد السلالة الصحيحة والملائمة للعملية التصنيع. This may involve isolation of each of this may involve the isolation of such agent from an appropriate habitat and improving it through suitable development strategies. وهذا يمكن أن يشمل أنه شلون نعزل العامل أو السلالة من الطبيعة البيئة وكيف أنه يتم تطويرها وفق استراتيجيات المستخدمة في التطوير. اثنين عندنا ستيب ثانية ماس كلتشر. It is necessary to culture the strain on a large scale because the developed suitable strain is maintained as long needed for use to produce biomass, single cell protein or to recover compounds from biomass or media. إذن من الضروري أنه نزرع السلالة على نطاق تجاري واسع لأن هذه السلالة اللي احنا طورناها راح نظل نستخدمها طالما احنا ننتج هذا المنتوج وأن نجرى عليه التحسينات، أو أن هاي السلالة تفيدنا في الحصول على مركبات recover compounds من مركبات من البيئة أو بيئة التنمية اللي نمينا بها هذه السلالة. الستيب الثالثة Optimization of Cell Responses. Generally the conditions favoring rapid cell growth and biomass production are different from those of producing compounds of interest such as antibiotic. بصورة عامة أن الظروف التي المفضلة لإنتاج الكائن المجهري هي ليست نفس الظروف التي نستخدمها لإنتاج مركب معين. على سبيل المثال المضادات الحيوية، ولهذا therefore to optimize the biochemical yield حتى نزود الإنتاج the culture conditions should be precisely regulated. يجب أنه ظروف التنمية نسيطر عليها بدقة. أوكي. مثال على الأنتيبيوتيك، إذا أريد أنتج أنتيبيوتيك من عفن بنسيليوم، الظروف اللي ينمو بها العفن هي ليست نفس الظروف اللي ينتج بها الأنتيبيوتيك، لأن إذا نمي العفن بكثافة راح يصير على حساب إنتاج الأنتيبيوتيك. إذا لازم نغير الظروف إلى إنتاج المركب اللي نريده وليس أن ينمو الميكروب اللي ينتج هذا المركب بكثافة. أوكي. الخطوة الرابعة the process operation conditions. The step of this of a biotechnological process need to be fully optimized for safety, reproducibility, control and efficiency at all scales of operation. إذن خطوة العملية البايوتكنولوجية أنه يجب أن تكون مثالية، وذلك لغرض أن ننتج منتوج سليم وإنتاجية عالية ونسيطر على الإنتاج، وأنه تكون كفاءة عمليات التصنيع خلال جميع خطوات إنتاج هذا المنتوج. In major part this is the function of process engineering design. وهذا يعود بالدرجة الأساسية إلى خلينا نقول خطوات تطوير الهندسة الوراثية المستخدمة في الإنتاج اللي تعطينا فهم كامل للعوامل البيولوجية والكيميائية والاقتصادية الاجتماعية المستخدمة في الإنتاج.
الآن آخر شيء عندنا اللي هي البرودكت ريكفري. The goal of any biotechnological process is to recover, obtain the needed product. أكيد هو الهدف أن نحصل المنتوج اللي نريده، وذلك في in useful and a useful form، في حالة جيدة أو منافعة. The efficiency of product recovery is directly reflected، تعكس the product cost، كلفة المنتوج. The mode of this operation also determines the environmental friendliness of the process. وهذا تعرفون الآن يقول لك أكو عمليات إنتاجية صديقة البيئة، أي لا تنتج مواد ملوثة إلى الجو. الآن لو نيجي نشوف هذه الخطوات الخمسة بهذا الشكل، هذا الشكل. نجي من فوق أول مرة عندنا هنا السلالة field work اللي detection and screening of novel organisms، يعني السلالة. نجي لهاي نحسنها بظروف الهندسة الوراثية وغيرها وندخلها وين؟ بالبايو رياكتر المخمر، يدخل بالمخمر. من يدخل وياها من الجهة اليسرى الرو ماتيريال، المادة الأساسية اللي تستخدم في الإنتاج اللي ننتج بيها. وهاي المادة نعقمها وهم ندخلها وين؟ ندخلها بالرياكتر. في نفس الوقت نسيطر على الهواء الداخل حسب الإنتاج، ونسيطر على الطاقة، ونسيطر على الحرارة اللي قد تنتج من الفرمنتيشن. هذا ايش راح يؤدي لنا؟ السلالة والمادة الأولية المستخدمة راح يعطينا الناتج النهائي downstream processing اللي هو البرودكت. راح نسوي له separation ونسوي له نفصله والنقي purification، وبعدين نسوي بالصيغة اللي نبيعها أو يصدر بها تجاريا. هذه هي إذا أقول لك draw the stages of the biochemical biotechnological process، ترسم لي هذا فقط بالرسم بس تأشر لي كل التأشيرات به. أوكي الآن أجي على تطبيقات البيوتكنولوجي، تطبيقات البيوتكنولوجي example on applications of biotechnology. أوكي طبعا هاي الفيجر هو يخص الفيجر 1-2 راح يخص الفقرة الأعلى القبل. أوكي الآن الاكزامبلز، أولا في المجال الطبي medical application، ثانيا في المجال الزراعي agriculture application، وثالثا في المجال الصناعي والenvironmental application. نجي على المجال الطبي، أكو عدة استخدامات إلى. أولا treatment of certain diseases such as cancer، production of vaccines and immunizations، وdiagnosis of diseases، وgene therapy، وstem cell تكنيك اللي هي تقنية زراعة الخلايا الجذعية، وproduction of proteins and genes، إنتاج بروتينات وجينات. أقول لك عدد لي enumerate 3 or 4 or 5 or 2 of the medical application of biotechnology. لحد الآن منتجة آلاف من هاي المواد العلاجية وغيرها، لكن الرئيسية هي about 200 new biotherapeutic and vaccine، وهاي including تشمل تلك التي يتم من خلالها معالجة السرطان والسكر والإيدز، واللي عندهم نقص أمراض نقص المناعة order. Okay. The majority of these products are therapeutic protein. أغلب هذه اللي تستخدم هي عبارة عن بروتينات علاجية. الآن نيجي في المجال الزراعي، في مجال الغذاء food production such as genetically modified food، مرت علينا الأغذية المحورة وراثيا. اثنين increased nutritional value اللي هي زيادة القيمة الغذائية. ثلاثة resistant to herbicide and pesticide اللي هي المقاومة للمبيدات والمواد اللي يكافحون بها الأدغال. plants not required addition of fertilizer للنباتات اللي ما يصير يضيفوا لها سماد، انه بالتقنية الوراثية حسنوها. وستريس بلانت ستريس ريزيستنت بلانت
اللي هي بعض الظروف اللي تعرضها للنبات كالقاعدية الألكلينيتي بالأرض والأسيديتي الحموضة والفروت التجمد والدرافت الجفاف. بعدين آخر شيء بالزراعية plant used to produce vaccines ينتجون الآن على أساس النباتات تنتج مواد علاجية and medical products. الاندستريال يوز هي اثنين الاندستريال يوز enzymes and energy production. وهذا الانزيم هنالك العديد من الانزيمات okay there are most important enzymes are the most important outputs of industrial applications. There are more than 450 enzymes catalyzing reactions of these applications such as carbohydrate and enzyme. انزيمات المحلل الكربوهيدرات اللي هي اميليزات والمحلل البروتينات proteases and peptidases والمحلل الدهون lipases والمؤكسدة والمختزلة oxidoreductase والانزيمات الناقلة transferase. وقلنا الاندستريال ابلكيشن الثاني هو الانرجي برودكشن. نيجي اخر شيء على تستخدم في الانفايرمنتال ابلكيشن وهذا الاستخدام يجي في البايو ريميديشن. البايو ريميديشن شنو هي؟ ازالة المواد الملوثة من البيئة او الجو. So bioremediation تعريف ما المطلوب is the use of biotechnology to process أما نصنع or degrade نحطهم نحلل a variety of natural and man-made product بعض المواد المخلفات اللي هي الطبيعية المنتجة especially those contributing to pollution less pollution لا سيما تلك المسببة لتلوث البيئة. إذن هاي الاستخدامات الرئيسية والفرعية للبيوتكنولوجي وشكراً.